بالنسبة لسفولي، هذه كرة يتعدى كلوبير، ضربة جزاء، ما ثماش كلام، ضربة جزاء عرقلة واضحة، أول لمس لكرة من جوستين كلوبير، تم العرقلة وحكم المباراة سيردار يعلن عن ضربة جزاء. هذا هو جوستين كلوبير، قلت ابن النجم السابق للمنتخب الهولندي باتريك كلوبير، المدير الرياضي لفريق البي اس جي، هذا ابنه، شاب من بين اكتشافات الموسم الماضي في الفريق الاول لأياكس جوستين كلوبير، اذا يتحصل على ضربه جزاء والتنفيذ من حكيم زياش. حكيم زياش منذ ايام قليله كان ضاع ضربه جزاء مع المنتخب المغربي امام مالي ضمن تصفيات مونديال روسيا 2018، هي ضربة جزاء استعادة الثقة. حكيم زياش يضيع، مش ممكن حكيم زياش يضيع ضربة جزاء في أقل من أسبوع. حكيم زياش بعدما ضاع ضربة جزاء مع المنتخب المغربي أمام مالي في باماكو يضيع مع فريقه أياكس ضمن منافسات الدوري الهولندي، يسدد والتصدي من تيدريك بوير، يضيع للمرة الثانية على التوالي حكيم زياش. ربما أراد من خلال تنفيذ هذه الضربة تأخر في النتيجة، أنهى الشوط الأول بنفس التركيبة. هذه يان اونتيرار الثاني، زياش أخيرا، حكيم زياش بعد أن أضاع ضربة جزاء في دقيقة 65، خمسة دقائق بعد يتمكن من إضافة الهدف الثاني، الهدف الثاني لأياكس، وصاحب الهدف حكيم زياش. حكيم زياش شوفوا تعبيره عن فرحته، قلت خير محظوظ في الأيام الماضية من خلال إضاعة ضربتي جزاء، مرة أخرى يعتمد دفاع الخط ربما غير ناجحة، نجحت في مناسبة، يبقى اعتماد دفاع الخط وخطة التسلل سلاح ذو حدين، ممكن يعني إمكانية الخطأ واردة. وثالث أهداف حكيم زياش هذا الموسم في الدوري الهولندي في رابع مبارياته مع فريق أياكس في 70 دقيقة لعب، إذا يضيف الهدف الثاني لمباراة لامستردام أرينا. أياكس يتقدم بهدفين مقابل صفر، إمكانية الثالث، إمكانية الثالث والهدف الثالث، يضيف الهدف الثالث، كرة حكيم زياش، شوف التمريرة لكلاس يان اونتيرار، يتمركز في عرضية ممتازة من دويونغ، مساحات كبيرة موجودة في دفاع سفولي، قلت ارتكب العديد من الأخطاء، شوف لو مرت من اونتيرار كانت تلقى من يونس بمفردو على القائم الثاني، تفوق عددي لأياكس وثنائية لكلاس يان اونتيلار.